وزيد اون بليس عطال رغم يعني لعاب ما عندي ما نقول بيتري الكاليتي فورس بينيتراسيون وحده يلعب لك في الكولوار، ولكن رغم راح الاحتراف ما عندوش لا ماتوريتي في لو جو تاعو، ما يعرفش يقسم لي فور تاعو، الجهد البدني تاعو ما يعرفش يقسمه. دونك لازم نوجهوا هذا اللاعب باش على الاقل خاصه انه يعود من الاصابات، ولما يعود من الاصابات ما يكالكوليش هذاك لي فور تاعو فتحي المشكل. المشكل من 2019 في هذا المنصب على بالك بلي شحال سيينا من ظاهر ايمن اكيد، ما لقينا المشكل اننا كل ما يصاب عطال ما كانش واحد اللي خلفه. انا الحقيقه انا هادشي اللي خلانا شاك فوا شغل كي نسيو لاعب ولا اثنين لازم عطال نحبوا نرجعوه بالخف، وهادشي اللي عاود يخليه يعاود يرجع الاصابه. شوف حطت لنا فيدتين يا شوف انا نعطيك حاجه، عندنا البروفيل عطال، نجيب نوت البروفيل كي نلعب بربعه لازمني ماشي عطال، باسكو عطال نسحقو في النزعه الهجوميه. انا اليوم راني خاسر لازمني انا ريال دروا ولا ديفونسيف يعني ديفونسيف حليمي راهو في مولود الجزائر راهو يدير مباريات مستوى عالي، ولو نيفو تاعنا احنا بالملاعب ونفتح قوس ونحيي يعني سلطات اللي قامت ويعني شيدوا لنا مرافق يعني على مستوى عالمي. اكيد هذا الشيء زاد يعني في القيمه وفي المستوى تاع البطوله الوطنيه اليوم اللي نشوفوا مقابلات عندها مستوى.